بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد أفضل الأنبياء وخاتم المرسلين، عليه الصلاة والسلام إلى يوم الدين. لازلنا في المراجعة الشاملة لجميع دروس السنة الخامسة ابتدائي الجيل الثاني، وذلك تحضيرا لامتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي. طيب، أنا في اللغة العربية اليوم إن شاء الله عز وجل كما جرت به العادة نذكروا بالقاعدة ونديروا تمرين أو تطبيق. جمع التكسير. القاعدة: جمع التكسير هو الجمع الذي تتغير فيه صورة مفرده ويعرب حسب موقعه في الجملة. نموذج للإعراب: اشترت النساء مجموعة من الأواني. اشترت فعل ماضي، النساء فعل مرفوع بالضمة، مجموعة مفعول به منصوب، علامة نصب الفتح الظاهرة على آخره، من حرف جر، الأواني اسم جر بمن، وعلامة جر الكسر الظاهرة على آخره. جمع التكسير هنا اشترت النساء ولا مجموعة كذلك جمع تكسير. طيب، التمرين الأول: اعرب الكلمات المسطر تحتها في الجمل التالية: التلاميذ نجباء، أو التلاميذ نجباء يفرحون بنجاحهم. التلاميذ مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، نجباء خبر مرفوع علامة رفعه الضمة ظاهرة لآخره. طيب، اتفق الجيران. من الذي اتفق؟ الجيران. الجيران فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة ظاهرة لآخره. جمعت مبني للمجهول هذا: الأوساخ نائب فاعل. الأوساخ نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. رأيت العمال يشتغلون بجد. ماذا رأيت؟ العمال. رأيت فعل فاعل، العمال مفعول به، مفعول به منصوب علامة نصب الفتح. اعتنى الفلاح بالأشجار. اعتنى الفلاح بالأشجار المثمرة. المثمرة بالأشجار المثمرة. المثمرة صفة، صفة للأشجار، صفة مجرورة وعلامة جرها الكسرة الظاهرة إلى آخره. تمرين ثاني: قم بملء الجدول من الجمل أدناه، ثم حول جمع التكسير إلى مفرد. نستخرج جمع التكسير وبعد نحوله إلى مفرد. رحلت الضفادع من البركة. الضفادع جمع تكسير، مفرد تاعه ضفدع، ضفدع ضفادع. قطف المزارعون الثمار من الأشجار. المزارع، مزارعون جمع مذكر سالم ليس جمع تكسير. الثمار جمع تكسير ولا الأشجار جمع تكسير؟ الثمار جمع تكسير، مفرده ثمرة، ثمرة ثمار. ولا الأشجار، الأشجار كذلك جمع تكسير، مفرده شجرة أشجار. اشترى الأب فواكه متنوعة. فواكه جمع تكسير، مفرده فاكهة، فاكهة فواكه. اجتمع السكان في الحي. جمع تكسير السكان، مفرده ساكن، ساكن سكان. وزعت المعلمة أوراق الامتحان. جمع تكسير أوراق، أوراق جمع تكسير، مفرده ورقة. نظر المكتبي، نظم المكتبي الكتب والكراريس على الرف. نظم المكتبي الكتب والكراريس على الرف. جمع تكسير الكتب والكراريس. مفرد الكتب كتاب، مفرد كراريس كراس. طيب، ركب رضا الحروف والكلمات. جمع تكسير الحروف، مفرده حرف. باع التاجر الهواتف لزبائنه. جمع التكسير الهواتف، مفرده هاتف. وضع العمال الصناديق في المستودع. جمع التكسير العمال كذلك الصناديق. مفرد العمال عامل، مفرد صناديق صندوق. تدرب الجنود في الثكنة. جمع التكسير الجنود، مفرد تاع جندي، جندي جمع تاع جنود. غسلت الأم الملابس جيدا. جمع التكسير الملابس، مفرده لباس، لباس ملابس. طيب، التمرين اللي بعده: حول ما تحته خط إلى جمع التكسير في كل جملة، ثم ضع مكان النقط بين قوسين. اللي تحته السطر نحوله إلى جمع التكسير. وضع التلاميذ الدفتر على الطاولة. تولينا وضع التلاميذ الدفاتر على الطاولة. فتحت الأم الباب والنافذة. فتحت الأم الأبواب والنوافذ.
ارتدى الطفل الحذاء، ارتدى الأطفال الأحذية، وضع الفلاح البذرة في الأرض، وضع الفلاح البذور في الأراضي، كتب الغلام الدرس على اللوحة، تولي إن كتب الغلام الدروس على الألواح. اعرب ما فوقه خط في الكلمات التاء في الفقرة التالية. الظواهر، ظواهر رأي في بداية الجملة وهي اسم، إذا مبتدأ، مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. مع الأحوال الجوية، الأحوال الجوية، الجوية صفة للأحوال، صفة مجرورة وعلامة جرها الكسرة الظاهرة على آخره. من البحر إلى السلسلة، إلى حرف جر، السلسلة اسم مجرور بإلى وعلامة جره الكسرة. وأشجار الصنوبر، وأشجار الصنوبر مضاف إليه، مضاف إليه ليكن قبله كن نكرة، صنوبر مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. خامسا، حوط جمع التكسير في كل جمل الأذين. كيف تصير النفايات مصادر للثورة، جمع التكسير هنا مصادر، مصادر. إعادة تدوير القمامة يتم من خلال استعمال المواد البلاستيكية والورقية وغيرها، جمع التكسير المواد، المواد. هل هناك بقايا لا يمكن إعادة تدويرها، جمع التكسير بقايا. هناك بقايا لا يمكن تدويرها مثل المواد السامة التي يمكن إتلافها ودفنها في أماكن بعيدة لا يمكن الوصول إليها، جمع التكسير. عندنا بقايا، وعندنا المواد، وعندنا أماكن، هذا كله جمع التكسير. طيب نمر للدرس الثاني، الدرس اللي بعده درس جمع التكسير، جمع المذكر السالم. نذكره بالقاعدة، جمع المذكر السالم هو جمع ينتهي بالواو والنون أو الياء والنون ويبقى مفرده سالما من التغيير، ويرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. نموذج للإعراب: إن المعلمين مجتمعون، إن أداة نصب وتوكيد مبنية على الفتح، المعلمين اسم إن منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم، مجتمعون خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. التطبيق الأول، قم بملء الجدول من الجمل أسفله. جمع مذكر مرفوع، جمع مذكر منصوب، جمع مذكر مجرور. بدأ الموزعون يقسمون المساعدات. الموزعون جمع مذكر سالم، مذكر سالم مرفوع بالواو. هنأت الناجحين بنجاحهم، هنأت الناجحين، ناجحين جمع مذكر سالم منصوب بالياء والنون هنا لأنه مفعول به. جلست مع القائمين على المعرض. القائمين جمع مذكر سالم مجرور، مجرور بالياء. سلمت على الراكبين في الحافلة الصغيرة. الراكبين جمع مذكر سالم مجرور بالياء والنون. المفلحون جمع مذكر سالم مرفوع بالواو. كان السائحون اسم كان مرفوع، هذا جمع مذكر سالم مرفوع، سائحون. إن المسلمين جمع مذكر سالم منصوب، المسلمين اسم إن. اعرب ما فوق الخط في الكلمات القانطون. القانطون اسم، الدليل باللي اسم فيه الألف واللام. كيفاش نعربه؟ مبتدأ، مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. المختصين، إن المختصين، المختصين اسم إن منصوب وعلامة نصبه الياء عوض عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم. أصبح فعل ماضي ناقص. مواطنو الدول، مواطنو اسم أصبح مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. طيب التمرين اللي بعده، اعرب الكلمات المسطر تحتها في الجمل التالية. اعرب: شرح المكلفون. من الذي شرح المكلفون؟ المكلفون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو عوض عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم. المشرفون على المتحف منضبطون. المشرفون في بداية الجملة، إذن مبتدأ، مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. رأيت المنظفين يعملون بجد. ماذا رأيت؟ المنظفين، إذا المنظفين مفعول به، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. اندهشت من فنيات اللاعبين، اندهشت من فنيات اللاعبين، هي أصل اندهشت من اللاعبين ولا اندهشت من فنيات اللاعبين، من فنيات اللاعبين مضاف إليه، من فنيات لاعبين، اللاعبين
مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. كان التلاميذ، تلاميذ اسم كان، متحمسين خبر كان، خبر اسم كان مرفوع، التلاميذ مرفوع وخبرها منصوب. متحمسين خبر كان منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. التمرين اللي بعده، ضع سطرا تحت كل جمع مذكر سالم. صفقت على عرض الممثلين في المسرح، الممثلين جمع مذكر سالم. بحث المختصون عن طريقة لحماية البيئة، المختصون جمع مذكر سالم. تأثرت بالصيادين الذين لا يشعرون بالتعب، الصيادين جمع مذكر سالم. من صبر على البلاء وشكر فهو من المؤمنين حق، المؤمنين جمع مذكر سالم. هتف المتفرجون تشجيعا لفريقهم، المتفرجون جمع مذكر سالم. اعتنى الفلاحون بالمحاصيل الزراعية، الفلاحون جمع مذكر سالم. الفاشلون هم الذين لا يؤمنون بقدراتهم، الفاشلون جمع مذكر سالم. ما تقوليش يؤمنون، ما هنا التلميذ لازم ينتبه، يؤمنون فعل هنا ليس مذكر سالم، هذا فعل. كذلك يشعرون، هنا يشعرون فيها الواو والنون، بصح ما يجمع مذكر سالم، لا، لأنها فعل. التمرين اللي بعده، أكمل النقاط في الجدول حسب الإعراب. أبدع المبدعون المتميزون في الفرشة، أبدع فعل ماضي مبني على الفتح، المبدعون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، المتميزون صفة للمبدعون، صفة للفاعل، صفة مرفوعة وعلامة رفعها الواو لأنها جمع مذكر سالم، في حرف جر، الورشة اسم مجرور بالفاء وعلامة جر الكسرة الظاهرة على آخره. حوّد كل مفرد يمكن تحويله إلى جمع مذكر سالم في الجمل الآتية، ثم قم بإعرابه بعد عملية التحويل. قام الرياضي بعدة حركات رياضية قبل المسابقة. تولي أن قام الرياضيون، قام الرياضيون لأنه فاعل، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو، الرياضيون. طيب، قرأت قصة مشوقة عن المجاهدين، قرأت قصصا، تقول لنا قصصا، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح. شاهدت المزارع في الحقل فأعجبني المشهد، شاهدت المزارعين، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. طيب، الدرس اللي بعده، جمع المؤنث السالم. ذكروا بالقاعدة، جمع المؤنث السالم هو جمع نسوة ينتهي بالألف والتاء المفتوحة، يرفع وتكون علامة رفعه الضمة، ينصب علامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتح، هذا هو الشيء المهم في جمع المؤنث السالم، ينصب بالكسرة نيابة عن الفتح، ويجر علامة جره الكسرة. نموذج للإعراب، ساعدت المعلمات في القسم. ساعدت فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، المعلمة مفعول به منصوب علامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم، في حرف جر، القسم اسم مجرور به وعلامة جر الكسرة الظاهرة على آخره. التمرين الأول، حوط كل جمع مؤنث سالم في الجمل التالية. تدخل الصناعة في مجالات عديدة، مجال مجالات، إذا مجالات جمع مؤنث سالم. اجتمعت الجارات في بين، جارة جارات، إذا الجارات جمع مؤنث سالم. تمتعت المتفرجات بالعرض، متفرجة متفرجات، إذا المتفرجات جمع مؤنث سالم. تنقل المسافرون بين محطات المدينة، محطة محطات، محطات جمع مؤنث سالم. رحبت الأم بالوافدات إلى المنزل، وافدة وافدات، الوافدات جمع مؤنث سالم. رفع المتظاهرون الشعارات، رفع المتظاهرون الشعارات، الشعارات جمع مؤنث سالم، شعار شعارات. طيب، شاركت مكتبات كثيرة في المعرض، مكتبات جمع مؤنث سالم، مكتبة مكتبات جمع مؤنث سالم. التقت القريبات في منزل جدة، قريبة قريبات، القريبات جمع مؤنث سالم. اصطفت الحافلة في المحطة، حافلة حافلات، الحافلات جمع مؤنث سالم. جمع عمال النظافة النفايات، نفاية نفايات، النفايات جمع مؤنث سالم. تحدثت المعلمات مع المديرة، المعلمات جمع مؤنث سالم. طيب،
اعرب ما تحت خطف الفقرات التالية: الحيوانات، الحيوان فيها الألف واللام، معناه اسم، معناه مبتدأ، المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. طيب، من الكائنات، من حرف جر، الكائنات اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. تأكل المخلوقات النباتات، تأكل فعل ماضي، المخلوقات فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ماذا تأكل؟ النباتات. النباتات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة. المفعول به الأصل يكون منصوب بالفتحة، هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة، لأنه جمع مؤنث سالم. بارك الله فيكم، لا تبخلوا علينا بإعجاب وجامل الفيديو، كذلك الاشتراك في القناة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.